بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هناخد انعكاس الضوء. قبل ما ناخد انعكاس الضوء هنشوف ازاي الضوء بينتشر. لو انت عندك اي مصدر ضوئي، يعني مثلا اللمبة اللي عندك في البيت، او دي شمعة مثلا، الشمعة دي لما تنورها ايه اللي هيحصل؟ الشمعة دي بتنور حواليها. ليه بتنور حواليها؟ لان الضوء او موجات الضوء بتطلع في جميع الاتجاهات حوالين المصدر الضوئي. يبقى انت زي ما انت شايف كده عندك ادي موجات الايه، الموجات الضوئية في كل الاتجاهات. طبعا احنا هنا رسمين جزء صغير. طيب احنا قلنا ان الموجات الضوئية عبارة عن ايه؟ عبارة عن موجات كهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية بتتكون من مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية متعامدة على بعضها ومتعامدة على خط انتشار الموجة، زي ما خدنا في الفيديو اللي فات. ادي عندك ادي مجال مغناطيسي، ادي مجال كهربي، وادي خط انتشار الموجة. الاتنين متعامدين على بعض وليهم نفس الطور، يعني بيبدأوا من الصفر مع بعض، بيوصلوا لقاع مع بعض، بيوصلوا للصفر تاني، قمة مع بعض، وهكذا. في الرسمة دي انا عوضت، يعني كده كده المجالات الكهربية والمغناطيسية لها نفس الطور، وبالتالي رسمت واحد فيهم بس. يعني ده كأنه مثلا خدنا المجال المغناطيسي او خدنا المجال الكهربي، كده كده الاتنين لهم نفس الطور. ده كأنه بالظبط خط انتشار الموج. يبقى انت عندك ده الشعاع اللي انت شايفه ده، ده خط انتشار الموج، ده خط انتشار الموج، وده يا اما المجالات الكهربية يا اما المجالات المغناطيسية، اي واحدة فيهم. يبقى ده كده كده الاتنين متفقين في الطور. طيب احنا دلوقتي لما بنتعامل مع الضوء، يعني ما هنا مثلا في الانعكاس والانكسار والحاجات دي، بنتعامل مع الضوء كايه؟ بنتعامل مع الضوء، بنمثل الضوء بايه؟ بالخط بتاع الانتشار بتاعه اللي هو ده خط الانتشار. وبالتالي هنا بنتعامل مع الضوء كانه ايه؟ اشعه. يبقى تاني كده بنتعامل مع الضوء على هيئه ايه؟ كانه الضوء اشعه. الشعاع ده اللي هو الشعاع الضوئي ده، يعني لما بنيجي نرسم هنا ادي الشمعة، يعتبر ان دي الشمعة، بنعبر عن الضوء اللي طلع منها كأنه اشعة بالشكل ده في جميع الاتجاهات. طبعا الرسمة بتاعتي مش كويسة اوي يعني، بس ايه، بنعبر عن الضوء كده. طبعا كل شعاع من ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خط انتشار للضوء اللي طالع من الايه؟ اللي طالع من الشمعة. وكل شعاع، كل خط من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن موجة، اللي هي مكونة من مجالات كهربية ومجالات كهرومغناطيسية متعامدة على بعضها. هو الرسمة بتاعت المجالات دي برضو صعبة. المهم ده مجال كهرباء وده مجال مغناطيسي. يبقى احنا هنا زي ما قلنا بنعبر عن الضوء كأنه بينتشر على هيئة ايه؟ على هيئة خطوط مستقيمة. الخطوط المستقيمة دي هي نفسها خطوط انتشار الايه؟ الموجة. يعني احنا بنشيل، بدل ما بنرسم الأشعة دي، أو بدل ما نرسم الموجات دي ونفضل نرسم موجات موجات موجات، طبعا هيبقى الموضوع صعب، فاحنا بنشيل الموجات دي ونحط مكانها ايه؟ خط الانتشار. وبالتالي بنتعامل مع الضوء كأنه ايه؟ كأنه أشعة بدأ من ايه؟ بدأ من المصدر الضوئي. يبقى احنا هنا نقدر نقول انتشار الضوء يبقى ينتشر الضوء في الوسط المتجانس. يعني ايه وسط متجانس؟ زي الهواء اللي انت شايفه ده، ده وسط متجانس، كله مكون من نفس الذرات، من نفس، يعني كله شبه بعضه، كل الجزيئات بتاعته شبه بعضها. الميه مثلا نفس الكلام، وسط متجانس، يعني كل الحاجات او كل الذرات اللي فيه او الجزيئات اللي فيه من نفس الايه؟ من نفس الحاجه. يبقى ينتشر الضوء في الوسط المتجانس على هيئه خطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات، زي ما احنا عملنا هنا. طبعا الرسمة مش حلوة يعني، بس بتأدي الفكرة يعني. تاني حاجة هناخدها هي ايه؟ انعكاس الضوء. انعكاس الضوء، لو انت عندك دلوقتي شعاع ضوئي، شعاع ضوئي ماشي كده سقط على سطح انعاكس،
السطح العاكس ده زي ايه؟ زي المراية اللي عندك في البيت. المراية دي سطح عاكس، لما بيسقط عليها الشعاع الضوئي اللي بيحصل بينعكس منها، وبالتالي ده بينعكس. يبقى ده الشعاع الساقط وده الشعاع المنعكس. يبقى هنا عندما يسقط الضوء أو الشعاع الضوئي على سطح عاكس فإنه ينعكس عنه، وطبعا بينعكس عنه الشعاع الضوئي الساقط ده ساقط في الهواء، هينعكس فين؟ في الهواء. يعني انت عندك المراية، دي المراية مثلا، لما يسقط شعاع من الهواء جاي من الهواء سقط عليه، هينعكس فين؟ في الهواء. يبقى هنا ويحدث الانعكاس في نفس الايه؟ في نفس الوسط. يبقى ظاهرة الانعكاس بتحصل في نفس الايه؟ في نفس الوسط. ظاهرة الانعكاس دي او انعكاس الضوء بتخضع لقانونين، تخضع لقانونين. يبقى انت هنا عندك قانون الانعكاس. عشان تفهم القانون دول تعال نبص الرسمة دي. انت عندك دلوقتي ادي السطح العاكس، كأن ده بالظبط المراية اللي عندك في البيت، وده عندك الشعاع الساقط، وده عندك الشعاع المنعكس، وادي النقطة بتاعت السقوط، دي نقطة السقوط، وده عندك ده اسمه العمود المقام من نقطة السقوط، العمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس. ده السطح العاكس برسم عليه عمود. يعني ايه عمود؟ يعني خط عمودي بالظبط كده. عشان امثلها لك برضو هنا، ادي عندك لو فرضنا ان الورقة دي هي السطح العاكس، فانت عندك ادي الشعاع الساقط وادي الشعاع المنعكس، اهم الاتنين اهم، الشعاع الساقط والشعاع المنعكس، دي نقطة السقوط. العمود المقام بيكون عمودي كده على الايه؟ على السطح العاكس، عمودي يعني بيصنع معاه زاوية 90 درجة. فانت عندك هنا الزاوية دي بكام؟ الزاوية ما بين الخط ده والخط ده ب90 درجة، واضحة خالص ان هي 90 درجة. طيب ايه بقى القانونين دول؟ القانون الاول ان انت عندك الزاوية بتاعت السقوط اللي هي الزاوية ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام ده، بنسميها زاوية السقوط اللي هي فاي واحد، والزاوية ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقام بنسميها فاي اتنين. الزاويتين دول متساويين، اللي هي الفاي واحد بتساوي الفاي اتنين. ده أول حاجة. تاني حاجة إن أنت عندك الشعاع الساقط ده والشعاع المنعكس والعمود المقام، التلاتة بيقعوا في نفس الوسط. يعني إيه بيقعوا في نفس الوسط؟ عشان تفهمها ارجع تاني للمثال ده. احنا قلنا دلوقتي ادي الشعاع الساقط وادي الشعاع المنعكس، الاثنين اهم، الاثنين دول بيقعوا في نفس الوسط. يعني ايه؟ يعني لو انت جبت الورقه دي، بلاش ورقه، لو انت جبت الاله الحاسبه دي حطيتها كده، هتلاقي ان الشعاع الساقط بيمر بالاله الحاسبه دي، والشعاع المنعكس بيمر بالاله الحاسبه كده، والعمود المقام كده، وبالتالي الثلاثه واقعين في نفس الايه؟ في نفس المستوى. طبعا انت عارف يعني ايه مستوى من الرياضيات. المستوى زي مثلا الورقه دي اسمها مستوى، اي حاجه في بعدين اسمها مستوى. فانت عندك ده مستوى اهو، فالشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام. فانت عندك هنا القانون التاني بيقول لك ايه؟ فين القلم التاني؟ بيقول لك ان الشعاع الضوئي الساقط اللي هو ده والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس بتقع جماعها في ايه؟ في مستوى واحد، اللي هو المستوى اللي انت شايفه ده. والمستوى ده ماله؟ بيكون عمودي على السطح العاكس. المستوى ده بيكون عمود على ده، زي ما قلنا المستوى ده بيكون عمود على السطح، وبالتالي دول اسمهم قانون الانعكاس. يبقى قانون الانعكاس، اول قانون زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. طيب ايه زاويه السقوط وايه زاويه الانعكاس؟ زاويه السقوط ادي العمود اهو، ودي نقطه السقوط، دي زاويه السقوط ودي زاويه الانعكاس، فاي واحد وفاي اتنين. زاويه السقوط هي ايه بقى؟ زاويه السقوط
هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط، شعاع الضوء الساقط، والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس. دي زاوية السقوط. طيب زاوية الانعكاس هتكون برضو هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام، يبقى بدل ما هي بين الشعاع الضوئي الساقط هتبقى الشعاع الضوئي المنعكس. يبقى انت هنا عندك فاي واحد بتساوي فاي اتنين. تاني قانون، ده القانون الأول. تاني قانون، شعاع الضوء الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس، مالها؟ التلاتة دول بيقعوا في نفس المستوى، يقعوا في مستوى واحد، والمستوى ده ماله؟ بيكون عمودي على السطح العكس زي ما انت شايف وزي ما وريت لك في المثال ده. المستوى ده بيقع على المستوى ده، عمودي على المستوى ده. نيجي دلوقتي، احنا خلاص كده خدنا الدرس، الدرس قلنا ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. طيب لو انت دلوقتي نفس السطح، وادي العمود المقام اهوت من نقطة السقوط، وادي شعاع الضوء الساقط، وادي الشعاع الضوئي المنعكس. قلنا ان زاوية السقوط اللي هي فاي واحد بتساوي زاوية الانعكاس اللي هي فاي اتنين. لو انت زودت زاوية السقوط ايه اللي هيحصل؟ يعني الشعاع ده بدل ما هو ساقط بزاوية فاي واحد، زودت زاوية السقوط بقت بكده، ده الشعاع التاني دي دلتا. يبقى انت هنا عندك زاوية السقوط بالنسبة للشعاع ده هتبقى ايه؟ هتبقى فاي واحد زائد دلتا. طيب ايه اللي هيحصل لزاوية الانعكاس بتاعت الشعاع ده؟ هتزيد برضه. هنا هتبقى زاوية الانعكاس هتبقى فاي اتنين زائد دلتا، يبقى ده فاي اتنين زائد دلتا. يبقى انت هنا كل ما زاوية السقوط بتزيد، بدل ما هي فاي واحد بقت فاي واحد زائد دلتا، ايه اللي هيحصل لزاوية الانعكاس؟ هتزيد برضو بنفس الايه؟ بنفس المقدار، بقت ايه؟ بدل ما هي فاي اتنين هتبقى فاي اتنين زائد دلتا. يبقى انت لو جيت رسمت العلاقة ما بين زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، ادي زاوية السقوط اللي هي الفاي واحد، او خلي دي زاوية الانعكاس مش هتفرق كده، ادي فاي اتنين اللي هي زاوية الانعكاس، وادي الفاي واحد زاوية السقوط، هتلاقي ان العلاقة ما بين الاتنين دول ايه؟ خط مستقيم بالشكل ده، طبعا اخرك 90، اخرك 90 درجة، لان خلاص لو زادت عن 90 درجة فخلاص. يبقى انت عندك هنا كل ما زاوية السقوط بتزيد، زاوية الانعكاس بتزيد بنفس الايه؟ بنفس المقدار. وطبعا هنا الزاوية بتاعت السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، الاتنين متساويين، فاي واحد بتساوي فاي اتنين. فانت عندك هنا ايه؟ الزاوية دي بكام؟ 45 درجة، لان الميل بتاعك هيساوي ايه؟ الميل بيساوي واحد. كأن بالظبط واي بتساوي اكس من الرياضيات. واي بتساوي اكس معناها ايه؟ معناها ان الميل بتاعك بيساوي واحد، ولما بتيجي ترسم العلاقة بتطلع خط مستقيم والزاوية دي ب45 درجة. فدي العلاقة ما بين ايه؟ ما بين زاوية الانعكاس وزاوية الايه؟ السقوط. طيب تاني ملاحظة معانا، دي أول ملاحظة. تاني ملاحظة معانا، لو أنت عندك زاوية السقوط بصفر، لو الفاي واحد بتساوي صفر، يعني ايه الفاي واحد بتساوي صفر؟ يعني الشعاع الضوئي ساقط عمودي. احنا بنقيس دلوقتي ده السطح العاكس، اما نقول ان زاوية السقوط بصفر معناها ان الزاوية ما بين العمود المقام و الشعاع الساقط بكام؟ بصفر. وبالتالي الشعاع الساقط هيكون ايه؟ هيكون منطبق على العمود المقام. يبقى انت عندك هنا ايه؟ زاوية السقوط بصفر. طالما ان زاوية السقوط بصفر هتبقى زاوية الانعكاس بايه؟ بصفر. يبقى الفاي 2 بيساوي صفر برضه. وبالتالي الشعاع الضوئي اللي بيسقط عمودي
على سطح انعكاس بينعكس على نفسه. يبقى هنا عند سقوط شعاع ضوئي عموديا على سطح انعكاس فإنه ينعكس على نفسه. ليه؟ لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر. تالت حاجة معانا بقى، لو انت دلوقتي ايه لو انت دلوقتي موجود في حجرة مضيئة وفي نافذة عندك، النافذة دي نافذة زجاجية، فانت لو بره الحجرة في ظلام هتقدر تشوف صورتك في المراية، لو بره الحجرة في ضوء فمش هتقدر تشوف صورتك. طيب ايه اللي بيفرق الحالتين عن بعض؟ تعالى كده، انت عشان تشوف صورتك ايه اللي بيحصل؟ عشان تشوف صورتك فانت يعني مثلا ناخد مثال عشان تفهمه، دي لو دي مرآة لو دي مراية وانت هنا اهو، ايه اللي بيخليك لما بتبص في المراية تشوف صورتك؟ اللي بيخليك تشوف صورتك في المراية ان اول حاجة الضوء بيسقط عليك، يبقى ضوء ساقط عليك، الضوء الساقط عليك ده بيرتد منك جزء بيروح ايه على المرآة، يبقى هنا يرتد ويسقط على المرآة. الضوء اللي سقط على المرآة ده بينعكس عن المرآة، ينعكس عن المرآة. الضوء المنعكس على المرآة ده انت لما تشوفه يعني لما بيوصل لعينك بتشوف ايه؟ بتشوف صورتك. يبقى هنا ترى العين صورتك او صورتك يعني. المهم يبقى احنا دلوقتي عشان نشوف صورتنا في المراية ايه اللي بيحصل؟ لو انت طفيت النور هل هتشوف صورتك؟ مش هتشوف صورتك. ليه؟ لان مفيش ضوء بيسقط عليك وبيروح للمراية، وبالتالي لازم يكون في نور بيسقط عليك، والنور اللي بيسقط عليك ده او ضوء بيسقط عليك، والضوء اللي بيسقط عليك ده يرتد عنك ويسقط على المرآة، وبعد كده ينعكس عن المرآة ويوصل لعينك، فعينك تشوف صورتك. طيب ناخد بقى المثال بتاعنا، انت دلوقتي في حجرة، الحجرة دي فيها نافذة، النافذة دي زجاجية مش مرآة، النافذة زجاجية، فالنافذة دي لو بره في ضوء فهيبقى في ضوء جاي من بره، لو بره مفيش ضوء مش هيبقى في ضوء جاي من بره. هناخد المثال الاولاني اللي هو ظلاء، لو انت بره في ظلاء يعني مفيش اي ضوء جاي من بره، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الضوء هيسقط عليك، هيرتد من عليك ويسقط على المرآة، هينعكس عن النافذة قصدي الزجاج. يبقى تاني، الضوء هيسقط عليك، هيرتد من عليك ويسقط على الزجاج بتاع النافذة، في جزء من الضوء اللي ساقط على الزجاج ده هيطلع عادي، وفي جزء تاني هيرتد. لما ناخد في الدرس الجاي هنعرف ان ايه، ان الاتنين بيحصلوا مع بعض اللي هو الانعكاس والانكسار. فانت عندك هنا الضوء اللي ساقط على النافذة في جزء بيطلع بره وجزء ايه، وجزء بيرتد. الجزء المرتد ده لما بيسقط على عينك بتشوف صورتك في الايه، في النافذة. لكن هنا لو انت عندك في بره ضوء، ادي النافذة، فانت عندك دلوقتي الضوء بيسقط عليك بيرتد عنك ويسقط على الايه، يسقط على النافذة، الضوء اللي ساقط على النافذة بيرتد على النافذة. لاحظ بقى هنا حاجة، في ضوء مرتد عن النافذة اللي هو الضوء اللي بيحمل معلوماتك، الضوء اللي بيحمل معلوماتك اللي هو لما بتشوفه لما بيوصل لعينك بتشوف صورتك. ليه؟ لان الضوء ده حامل معلوماتك نتيجة ان هو مرتد عنك، ففي جزء من الضوء ده جاي عليك، وفي تاني بقى ايه، الضوء اللي جاي من بره، الضوء اللي جاي من بره اللي هو ضوء الشمس بيكون ايه، بيكون اقوى من الضوء اللي مرتد عن النافذة، وبالتالي اللي بيوصل لك الصور اللي بره ما بتوصلكش الصورة بتاعتك. يبقى الحتة دي ركز فيها كده عشان ايه، نختصر الكلام ده. يبقى انت عندك في حالة الظلام ليه بتشوف صورتك؟ لان انت عندك هنا، يبقى هنا في حالة خارج الغرفة مظلم ايه اللي بيحصل؟ يرى الشخص صورته بفعل ايه؟ بفعل الجزء القليل، الجزء
القليل من الضوء المنعكس عن النافذة، مفيش ضوء تاني جاي من بره، فانت عندك الجزء القليل المنعكس عن النافذة ده اللي هو الجزء اللي بيحمل معلومات عنك، فانت بتشوفه خلاص. وهنا خارج الغرفة ايه؟ خارج الغرفة ظلام، او الإضاءة الخارجية تكاد تكون منعدمة. بينما في حالة خارج الغرفة مضيء، شدة الضوء اللي جاي من بره تكون شدة الضوء القادم من الخارج أكبر بكثير من شدة الضوء المنعكس عن النافذة، فتصعب ايه؟ فتصعب رؤية الشخص لصورته، هتشوف اللي بره ومش هتشوف اللي ايه؟ مش هتشوف صورتك. تاني لخصها كده، يبقى انت هنا انت ايه اللي بيخليك تشوف صورتك؟ مفيش حاجة جاية من بره، وبالتالي ده بيوصل لعينك فبتشوف صورتك. هنا في ضوء جاي من بره، الضوء ده شدته اقوى من الضوء المنعكس على النافذة، فانت بتشوف اللي بره بس ما بتشوفش صورتك، لان اللي بره اقوى. هنكمل بعد الظهر. يبقى انت هنا لو في لو خارج الغرفة ظلام هتسهل رؤية ايه؟ صورتك. لو خارج الغرفة مضيء يعني زي بالنهار مثلا، فانت هنا هتصعب ايه؟ رؤية صورتك. ليه؟ بسبب ان الضوء اللي جاي من بره اكبر من الضوء اللي منعكس ايه؟ عن النافذة. بس كده. هناخد مثال ننهي بيه. لو احنا عندنا حاجة شبه كده، ادي دي مرآة وادي مرآة، مرآة ايه؟ مرآة بي، وعندك شعاع ضوئي ساقط هنا، والزاوية دي 25 درجة، وعاوزين زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرآة بي. عاوزين زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرآة بي، تعمل ايه؟ هتمشي مع الشعاع ده لحد ما ايه؟ ما ينعكس عن المرآة بي. اول حاجة هتعملها ان انت هتجيب زاوية السقوط. زاوية السقوط انهي؟ زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين السطح العاكس والعمود، بين قصدي الشعاع الضوئي. اول حاجة هتعملها ان انت هتجيب ايه؟ زاوية السقوط. زاوية السقوط دي هي ايه؟ هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط، دي نقطة السقوط على السطح العاكس، وبالتالي هترسم عمود. ادي زاوية السقوط اللي هي الفاي واحد. الفاي واحد بكام؟ الزاوية دي ب90 لان ده عمود مقام، وبالتالي 90 ناقص 25 هيطلع معاك 65 درجة. بعد كده هتجيب زاوية الانعكاس. زاوية الانعكاس اللي هي الفاي 2 بتساوي زاوية السقوط، ده القانون الأول في الانعكاس، بتساوي 65 درجة. تعالى كده، تقريبا كده مظبوط. يبقى دي الفاي 2 ودي ب65 درجة، وادي الشعاع الايه؟ المنعكس. الشعاع المنعكس عن المرآة ايه؟ سقط على المرآة بي، وبالتالي هتجيب زاوية السقوط بتاع الشعاع ده على المرآة دي، واحنا عايزين زاوية انعكاس الشعاع ده عن المرآة بي اللي هو هيبقى هنا، هيبقى ده. وبالتالي هنسمي دي فاي 3 ودي فاي 4. احنا عايزين دلوقتي فاي ايه؟ فاي 4. وبالتالي عشان تجيب فاي 4 اللي هي بتساوي الفاي 3، لان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نجيب الزوايا. هو قايل لك ان الزاويه دي ب 120 درجه، وبالتالي هتيجي هنا الزاويه دي ب 65 اللي هي بتساوي الزاويه دي، والزاويه دي ب 25 يبقى الزاويه دي ب 25.
الزاوية دي ب25 ودي ب120، ده مثلث، وبالتالي تقدر تجيب الزاوية دي سماها دلتا. الدلتا بكام؟ ب180 درجة ناقص 120 ناقص 25، 145، هيطلع دي ب35 درجة، وبالتالي الزاوية دلتا دي ب35 درجة. منها تبقى الزاوية فاي 3 بكام؟ يبقى الفاي 3 بتساوي ده عمود، وبالتالي الفاي 3 بتساوي 90 ناقص الدلتا اللي هي 35 درجة، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 55 درجة. يبقى الزاوية دي ب55، يبقى انت عندك الفاي 4 بتساوي 55 برضو، لانها بتساوي الفاي 3. طبعا لو لاحظت كده هتلاقي ان انت في الاسئله بتاعت الانعكاس دي، وطبعا لما ناخد الانكسار بعد كده هتلاقي ان انت لازم تكون عارف الزوايا كويس جدا، بتعرف تتعامل مع الزوايا. لازم تبقى عارف ان زوايا المثلث ب180، الزاويه القائمه ب90، وتعرف تطرح وتجمع وتتعامل مع الزوايا زاويتين متبادلتين او زاويتين متناظرتين، الحاجات دي زاويتين متقابلتين بالرأس، الحاجات دي لازم تبقى عارفها يعني.